اللي هي الحديث البلد كلها دلوقتي وحديث العالم، مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية. خلينا نطمن على فريقنا مع موفد قناة الأهلي أمير هشام. مساء الخير عليك يا أمير. مساء الخير عليك يا سارة، تحياتي ليكي وتحياتي لأحمد وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. أمير، يعني قبل ما ندخل في أجواء التدريب وتعرفنا أكتر تفاصيل اليوم النهاردة، عايز أعرف منك برضو أجواء اللعيبة، الفرحة عاملة إزاي دلوقتي عندكم في البعثة بعد طبعا الفوز على الدحيل ومواجهة بايرن ميونخ، المواجهة المرتقبة. خليني اقول لك يا ساره ان خلاص اجواء الفرحه انتهت بالنسبه للنادي الاهلي. انت في كل الاحوال كفريق النادي الاهلي سواء كسبت او خسرت بتطوي صفحه الانتصار او الانكسار وبتفكر في اللي جاي. الاهلي الحمد لله فاز على الدحيل في مباراه مهمه جدا في بدايه كاس العالم للانديه، فرحنا بعد المباراه امبارح. كانت اجواء يعني برضو سعيده شويه بالنسبه لبعثه النادي الاهلي، لكن خليني اقول لك ان من النهارده خلاص التركيز بقى بشكل كامل جدا في مواجهه البايرن سواء النهارده او بكره، هم اليوم من المخصصين للاستعداد لهذه المواجهة الكبيرة بشكل قوي من جميع الجوانب. امبارح كانت التدريبات استشفائية، النهاردة بعد ساعة من دلوقتي تحديدا هتكون تدريبات النادي الأهلي، وهي تدريبات هامة جدا في التحديد من الجانب البدني والجانب الفني والخططي كمان أكثر تحديدا، فهيكون في تركيز كبير جدا على كل هذه الأمور من قبل مستر بيتسو موسيماني اللي خلاص من النهاردة ابتدى يركز بشكل كبير جدا في مباراة البايرن. وبايرن طبعا كتاب مفتوح بالنسبه للنادي الاهلي، احنا اللي ممكن الاهلي يكون يعني غامض شويه بالنسبه للجهاز الفني لفريق البايرن، لكن في كل الاحوال هي مباراه كبيره، مباراه ما بين عملاقين سواء بايرن او النادي الاهلي. اجواء اكثر من رائعه على فكره هنا في المونديال، الكل متاهب وعنده شغف كبير لمشاهده هذا اللقاء، والكل عشمان خير في النادي الاهلي باذن الله ان هو يقدم مباراه كبيره. خليني كمان اقول لكم على بعض الكواليس اللي بتتعلق بمقر الاقامه. النهارده مثلا كان في المسحه الصبح، نتيجتها لحد دلوقتي لسه ما طلعتش بشكل رسمي. كمان هيكون في محاضره هي ابتدت خلاص في هذه اللحظات، وهي اولى المحاضرات بخصوص مباراه البايرن ما بين المدير الفني واللاعبين بالنسبه للنادي الاهلي. بعدها مباشره هيتم التحرك على ملاعب تدريبات النادي الاهلي هنا في المونديال، وان شاء الله باذن الله الاهلي يستعد بالشكل الامثل. بكره كمان هيبقى من يوم مليء ببعض الامور، بدايه من الاجتماع الفني، المؤتمر الصحفي الخاص بمستر بيتسو موسيماني، تفقد ملعب احمد بن علي اللي هو ملعب الريان اللي هيستضيف مباراه الاهلي والبايرن. امور هتبقى عديده ومهمه، بخلاف طبعا المحاضره اللي هتكون للمدير الفني، وبخلاف ايضا التدريب الاخير بالنسبه للنادي الاهلي اللي هيكون في نفس توقيت مباراه البايرن اللي هتكون في تمام الساعه 9 بتوقيت المونديال، 8 بتوقيت القاهره. امور كلها ايجابيه، ان شاء الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه ويسعد جماهير وزاره ان شاء الله باذن الله. بنشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز هشام.